مشاهدين بلش في تقارير لهذا اليوم في حديث الكويت والناس. وأول تقرير راح أويكم تجحيز خطير بالوفرة بسيارة تحمل أرقام سعودية. راح تشوف هذا التقرير راح تقول بأحمد سبت وصل له، شوفوا التقرير وبعدين أقول لكم الهدف من خليت هذا التقرير الأول. أعطوني التقرير. شفتوا أعزائي المشاهدين هذا الأمر تكرر أكثر من مرة، واهتمينا بهذا الموضوع وبتوجيهات من اللواء عبد الفتاح العلي الوكيل المساعد لقطاع الأمن العام. قامت فرقة من فرق الأمن العام بقيادة العميد عبد الله السفاح مدير عام مديرية أمن محافظة الأحمدي بالإنابة وبمشاركة بلدية الكويت فرع الأحمدي والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بسحب السيارات المهملة في منطقة الوفرة وضبط المخالفين، وراحوا إلى مزارع هناك وقبضوا وتم مصادرة كل السيارات اللي تحمل أرقام سعودية وخليجية من هالمكان، راح تشوفونه في التقرير الجاي، ونظفوا الموضوع منهم. وأنا أشكر ومن خلال تلفزيون الشاهد نشكر قيادة الأمن العام ضباطا وأفرادا وعلى رأسهم الوكيل المساعد لقطاع الأمن العام اللواء عبد الفتاح العلي على جهودهم الكبيرة في ضبط الأمن وضبط المخالفين. قحصوا سووا اللي تبونه، خالفوا سووا أعمال الاستهتار، لكن هناك عيون تراقبكم وبالفعل تم مراقبتهم وراحوا للمكان اللي خزنون في السيارات ونظفوا المكان. تحية لكل رجال الداخلية وعلى رأسهم وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد والسمال فهد واللواء عبد الفتاح العلي وأيضا الأفراد والعميد عبد الله السفاح. شوفوا التقرير وزارة الداخلية مع الجهات البلدية والزراعة شلونك بسوا على السيارات المخالفة. شوفوا التقرير. هيا حارس. احنا اليوم حملتنا في تاريخ 29/9/2015 في جواخير الوفرة تابعة لمحافظة الأحمدي. طبعا هذه الحملة احنا درسناها، خذينا عليها كذا يوم نرصد السيارات اللي في الجواخير المهملة والسيارات اللي تستخدم لغرض سيء، يعني أغلبها تفحيط وتسكير الشوارع وتلاف الأشياء اللي نشوفها مثل الشوارع وغيرها، طبعا مسببة إزعاج كثير في المنطقة، وأغلب الناس يشتكون من الإزعاج والتفحيط وأغلبها شباب. فطبعا احنا رصدناها ان السيارات هذه يطلعون فيها بالليل باوقات متاخره يفحطون في الشوارع ويسكرون الشوارع، مو هم قادرين الناس تاخذ راحتها في هذه الجواخير. طبعا احنا رصدناها وخذينا كذا يوم، شفنا ان هذه السيارات لا خلصوا من التفحيط يدخلون في هذه الجواخير ويخشونها. طبعا في اوقات ما يقومون باصلاحها واصلاح الاعطال اللي فيها ويردون مره ثانيه في الأوقات متأخرة من الليل، هم يقومون بتفحيط وإزعاج الناس. احنا رصدناها الحين وحاليا عندنا معلومات كثيرة عن الجواخير اللي تحتوي هذه السيارات، وأغلبها سيارات مهملة، طبعا لوحاتها فيها منهم لوحات خليجية وفي منهم بدون لوحات، وفي منهم طبعا يبدلون النمر مالت اللوحات ويستخدمونها لأغراض سيئة كلها. فاحنا حاليا احنا قائمين بحمله وراح ما راح نوقف لغايه ما نطهر هالاماكن هذه اللي الجواخير اغلبها الناس ترتديها وقت العطل، وقت تاخذ راحتها، ويعني فاللي حاصل الناس ما هي مرتاحه من هذه الاماكن بسبب مجموعه منها الشباب المستهترين. وحاليا احنا قائمين بجولتنا من اليوم والايام الجايه، يعني ما راح نوقف ان شاء الله.
لغاية ما ننظف هذه المنطقة والمناطق الثانية في محافظة الأحمدي كلها. تحية لكل رجال الداخلية على هذا الأداء الرائع والتعاون مع الزراعة والبلدية. هذا اللي نبي وهذا اللي نهدف له، والحمد لله أن الرسالة وصلت. بس ترى يوم الجمعة في أسواق المهبولة، يا ليت وزارة الداخلية محافظة الأحمدي أسواق المخالفة اللي في المهبولة تكفون كلهم كلهم وعلى أول طيارة. خل البلد تنظف على أساس يعرفون إن فيها البلد فيها قانون، والجليب وبكل مكان في مخالفة أيضا.